تحت شعار بالعلم والعمل نبني الوطن وبالإرادة وتصميم نصنع المستقبل، عقد المؤتمر العام السنوي 44 لنقابة أطباء الأسنان في سوريا في فندق الشام بدمشق. المؤتمرات اللي ما نعملها مؤتمرات سنوية تنظيمية مهمة تطوير القوانين بحيث تتلائم مع الواقع الجديد، وإذا في ثغرات بالقوانين القديمة مشان نرممها تنأمن مستوى جيد للأطباء بسوريا وقوانين جديدة تتلائم مع الواقع الجديد. نحن بأطباء الأسنان في عندنا مؤتمرات سنوية، بهالمؤتمرات نجتمع ندرس أوضاع الأطباء، شو حاجاتنا، شو مستلزماتنا، خلال هالسنة هاي نتعرف شو أنجزنا وشو بدنا نقدم للأطباء. يأتي هذا المؤتمر كمحطة هامة للتداول بأهم شجون وهموم أطباء الأسنان في سوريا. هذا المؤتمر يحظى باهتمام كبير على اعتبار أن هناك عدد من القضايا التي بحاجة إلى حل سيتداول فيها المؤتمرون، منها موضوع التقاعد ورفع الراتب التقاعدي، وإن شاء الله راح يكون في خير بهذا الموضوع، إضافة إلى موضوع النشاطات العلمية ونظام النقاط المعتمد حاليا في النقابة. انعقاد المؤتمرات النقابية الطبية هو خير دليل على الاستمرار في تطوير القطاع الصحي وتعزيز إمكانياته رغم كل الصعوبات والحصار الظالم المفروض على سوريا من قبل أعداء الوطن.